أهلا من جديد. عندما يتعلق الأمر بالموضة والأزياء نجد دوما أن هناك فجوة كبيرة بين أذواق السيدات والرجال، فما تحب المرأة ارتدائه وتشعر أنه يظهرها أو يظهر جمالها قد يكره الرجل كليا ويراه معيبا ولا يليق بها ارتدائه. فما الذي يكرهه الرجال تحديدا في ملابس النساء؟ للإجابة عن الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو استشارية الموضة والمظهر ميمي رعد. صباح الورد يا ميمي. بس على فكرة أنت هالفقرة يعني، لأنه أغلب الرجال ما يحبوا على الموضة، هم يعني يكون تفكيرهم مختلف، هم يشوفوا أنه تحاولي تشرح ما هو على الموضة. ايه ما لا له ايرليفنت، ما له علاقه اذا له. وهذا الموضوع كنت بلزم تو ادمنت انه كانت ساره من فتره او حتلي فيه، وانا قلت اوكي هل انا عن جد بدي اقر علنا انه بس قلت ليه لا؟ وانت استشارية مظهر يعني حنتسلى بالموضوع ونشوف الفروقات العظيمه. ليكي بس في لازم اقول انه في بعض الملاحظات اللي بيقولوها انا بوافق الراي معهم. هلا بتشوفي هيك شيء معلومه ملفته للنظر. سنه 2013 في دراسه انعملت على 2000 امراه، ومن النتائج ليكي شو مهضومه النتائج، في 44% من هالسيدات قالوا انه هن بفضلوا الفتره يلي بيكونوا عم بحضروا حالهم فيها ليظهروا اكثر من الظهره بحد ذاتها، يعني هالفتره لما هن عم بيلبسوا وبيرتبوا حالهم لإلهم اهم من وقت اللي بيظهروا. ثلثين من النساء بيرتدوا ملابسهم ليعجبوا صديقاتهم و اكثر من انه بيكون مشان هيك كثير بهمنا مثل ما كنت عم بتقولي. بس لازم نعترف انه الرجال لازم ناخذ بعين الاعتبار بعض المحلات رأيهم، ورح نشوف شو هن القطع يلي بخزانة موجودين بخزانة السيدة وعن جد بالنسبة لإلهم نو نو. بس بعض الأحيان أنت ما بتتشجعي تطلعي عشان لبسة حلوة؟ بلا اكيد، بس هي فكره التحضير هي بتلاقيها بيلاقوها مسليه. خلينا نشوف. اذا بدنا نبلش من اول قطعه ما كثير محببه عند الرجال هي البلاطين يلي خصرن عالي، ما كثير بيتقبلوها الرجال. يعني كمان عم نحكي هدول خطوط عريضه، هلا في كثير تفاصيل ثانيه ما بيحبوها الرجال انه رح نمرق حتى. سو البنطلون اللي خصره عالي لا، الشورت طبعا او البرميودا كمان يلي خصره عالي لا كمان من يلي ما بيحبزوهن. هلا مش معناتها لازم، بس كمان نفتح ملاحظه هيك صغيره، فينا ناخذ هالملابس اللي بيكرهوها الرجال ونعطيها اطلاله تانية هيك حتى نخفف من وطئتها وبتصير مقبوله بعدين. بس اذا هيك للنكته انا بقول يطلع الواحد البلوزه برا عشان ما يشوفوا انه هاي ويست يعني. مثلا او بتحطي حزام مهضوم بلبسها في طلعت بدك تكون شوي ثقيله، حطي حمرة ما بيعودوا شايفين شيء، شوفوا الحمرة. اوكي نظر سوري جايز. ننتقل الليجينز هي كمان من القطع يلي ابدا ما بيحبوها الرجال، خاصة لما بتنلبس هيك، وطبعا انا كمان ما بحبها هيك. طب لازم نلبس الليجينز مع تيشيرت طويلة لأنه ما ضروري نظهر كل ما فاتين جسمنا وما كلنا عنا أجسام. الرجال في الجلد عشان لفوك الرأي قالوا ما بحبوها. هلا هيدول أنا كمان ليكي غير الدراسة، وأنا لأنه قارنت عدد من الويب سايتس لحتى أشوف آراء الرجال، وحتى سألت بعض أصدقائي يعني تلفنت لهم إنه شو رأيكم، أغلبيتهم وافقوا على هالقطع اللي عم نحكي عنها. بنطلون آخر بيكرهوا الرجال هو الهارم بانتس يلي عم نشوفه هلا. بيحبوا لنا الراحه، بيعتبروه قال هيدا كانه بسموه سروال علاء الدين. اوكي سو يعني بتعرفي كل واحد حسب الريفرنسز تبعولته. سو كمان لكينا الهارم بانتس كمان هلا لازم نقول ما بيلبق لكل النسوان وما فينا وشوي تركي لبسه، مش معناتها لازم نشيله من خزانتنا اذا الرجال ما بيحبوه، بس يعني نلبسه بطريقه اخرى. قطعه ثانيه ما بيحبوها هن الجمب سوت. اي نو عارفه هذه، انا اعشقها ومثلا زوجي بعدين ليكي شو حلو، ليكي شو حلو الجمب سوت، وبعدين بيساعد كثير اذا ما ضروري تكون الست عندها جسم بيرفكت، الجمب سوت بيخففه انما
انا لاحظت البستو جامب سوتي امس لبسته ما بيحبوا الجامب سوت. كل شيء له علاقه بملابس بنسميهم البوي فريند، يعني بوي فريند جينز، بوي فريند جاكيت رجاليه، يعني عندها لمسه رجاليه، يعني الجاكيت الكبيره شوي، الجينز الواسع ابدا ما بيحبوه. بفتكر بس في عدد كبير من النساء بيعتمدوهم، بس نو ما بيحبوا اي شيء مريح هم ما يحبوه. اوكي نكمل. كمان بنفس الاطار الملابس يلي مستوحاه من اسلوب رجالي، كمان ما بيحبوا يعني البروجز، الستره مع هيك مثل كانه لابس طقم ما بيحبوه، كمان هو الحذاء الرجولي والبنطلون الواسع مع السو ابدا ما بيحبوه. التانك توب يلي هلا حنشوف انطفى، انا كمان عندي هستيريا وزنبرير على الموضوع، كل شيء من فوق هيك بيكون بزينب. الترتل ناك يلي القبة العالية العالية كمان ما بيحبوها ما بيفهموها. البيتر بان كولر، تتذكروا شو صار في دراما عندنا لما كان دارج البيتر بان كولر ونساء ورجالا كمان ما فهموها. هلا في شيء انصدمت انه ما بيحبوه الرجال، الليبرد برنت. لا أيوه. الليبرد برنت ما بيحبوه، مشان هيك نصيحه ما تلبسوا توتو اللوك ليبرد برنت، خذوا مثلا شوز او حذاء او هيك ديتيل واحد. النيون كولر ما بيحبوهن. كمان بناخذ قطعه وحده نلبسها نيون كولر. اي 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 هلا في كمان شيء انا ما بحبه، انا بسميهم يو جي جي، هن الاجز بيقولوا لهم، او البوتس يلي بقلبهم في فرقوا. هلا اكيد قد ايه هن للشتا بدفوا، بس كمان بيكرهوا الكومبينيشن انه يلبسوا شورت مع هدول النوع من الجزمات، ابدا ما بيحبوهم. احذروا شو كمان ما بيحبوا، لما بيكون في كعب عالي جدا جدا جدا. ايوه ما بيقدروا يستوعبوا انه في مره تعمل بحالها وتلبس هيك شيء. سو مش معناتها بدنا نبتعد كليا عن الكعب العالي، بس انه هالانواع يلي كثير عاليه وهيك دبشه وكلها على خصوصا لو هو قصير كمان مثلا، صار احذري شو الاكسسيف اكسسوارز ما بحبوا. سو كل ما بيكون في اساور كثيره، خواتم كثيره، كمان ما بيحبزوا هيدا الموضوع. دائما النظارات، النظارات الكبيره كمان. أيوة. كمان هدول كان شيء شوكينج لإلي. ايوه على العموم. نحن بنشكرك على وجودك معنا وعلى هذا الاستعراض السريع، بس يعني بنقول لكم من الان مش رح نتغير، كانت معنا استشاريه الموضه والمظهر ميمي رعد، شكرا لك. هاشتاج دير وذت تحديث ارقام.